والذي يعتقد ان تبون والدوله تبون سيقضي 5 سنوات ويروح لدارهم او يتوفى ربي يرحمه والدوله موجوده. قايد صالح مات الجيش موجود. سعيد شنقري حيموت الجيش موجود. العماري كان هو الجيش مات الجيش موجود. المخابرات راح توفيق موجوده. يروح جبار موجوده. احنا عندنا مؤسسات لا تزول بزوال الرجال. لكن للاسف الشديد الفاشلين والاغبياء والسذج و راهم يساهموا في تحطيم ما بناه رجال الدولة. الآن راه فيه أجندة، فيها غباء المسؤولين عندنا في الداخل، وفيه تكالب الخونة والعملاء، والهدف واحد. يعني تصريحات متاع بعض المسؤولين على رأسهم رئيس تبون، تصريحات تصب في مصلحة رقاص العيون، وتصب في مصلحة إيدي كوهين، وتصب في مصلحة أنور مالك اللي داروا عليها تغريدات ويهرضوا. يعني تبون للأسف الشديد يعطي مادة، يعطي مادة دسمة للخونة والعملاء في الخارج أنهم يتكالبون على الجزائر. آه الرئيس تاع مع الشيخ هضر بلا لأنه التصريح غير مسؤول بصراحة. يعني أنا بالنسبة لي ما يقوم به تبون بنية وربي يعلم هو يعلم الحقيقة يتقاطع مع نية وخبث ودهاء ومكر وخيانة وغدر الخونة والعملاء أنور مالك وإيدي كوهين اليهودي الإسرائيلي ورقاص بعيون وغيره. تحنا لهم تفرح لهم هايلة شعلنا شعل زيد الحطب زيد 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 المازوت زيد. وتتزامن مع تصريحات هذا تاع رقاص العيون أنه جبار في قلب فضيحة هو وبنوها في الحبس وكذا وكذا. هي الحقيقة ما كان حتى علاقة، ما كان والو. سيد في دارهم متكسر لبس عليه وبيو مدير راهو قائم بالواجب تاعو، لكن الخونة يريدون ضرب مؤسسة الدولة وضرب الجزائر من خلال ضرب النقاط الحساسة، ضرب المؤسسة العسكرية. الآن تصريح الرئيس تبون للأسف شديد، للأسف شديد يصب في هذا الاتجاه، لأنه في العالم العربي الآن جيشين اثنين هم أقوى الجيوش، الجيش المصري والجيش الجزائري. عوض أننا نتحدوا الجيش الجزائري والجيش المصري نتحدوا لحماية الأمة، الآن راح نولوا بصراحة للأسف الشديد بعد التصريحات راح نولوا كنسرة. الجيش المصري واللي يقول لك الجيش الجزائري يتهم فيا أنا، تقول بلي أنا راني قافل عليك الطريق وراني كذا وراني كذا. احنا عوض أننا نتحالفوا، لأننا نعرف أن الجيش المصري لا يستطيع، لا يستطيع فتح حدود، وليس لا يريد، لا يستطيع. إذا ما دمنا على بالي ما تقدرش، وعلاش نحرجك؟ وعلاش نجي نحرجك ونبيكيك كما نقولوا ونقول لك على بالي ما تقدرش؟ دوك لازم نتعاون أنا وياك باش نلقاو طريقة لمساعدة إخواننا في قطاع غزة. ربي قدر الخير. قبل ما نتكلموا على المواضيع السياسية مثل ما قلت، عندي معلومات في انتظار تأكيدها بخصوص فندق علي حداد في إسبانيا. أولا عندي معلومات ننتظر تتأكد بخصوص اللجنة التي سافرت إلى إسبانيا يوم 31 أوت مثل ما قلت، كان فيها مجموعة من القضاة على رأس مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل بوسالم ولا بن سالم، بن سالم ولا بوسالم، اللي راحت لإسبانيا. فيه معلومات بعد نتأكد منها بعد نقولها لكم. الأمر الثاني هو أنه علي حداد فقد الكثير من حصصه في فندق برشلونة. لماذا؟ وهذا مصدر رسمي وأكيد طبعا قال لي بنز ديري، قال لي علي حداد ما عندوش أغلبية في فندق إسبانيا. قال لي كان عنده أغلبية نعم، قال لي ولكن بعد أزمة 2019 اللي هي طبعا كورونا، قال لي الفندق ما خدمش على الأقل عامين أو ثلاثة. قال لي 2019 ما خدمش مسكر، 2020 ما خدمش، 2021 ما خدمش، قال لي حتى نهاية 2021 شوية بدا يخدم. قال لي هذا هو عامين، قال لي كان فيه مصاريف كثيرة، لأنه إذا قصر بلاص ماهوش لي قال فندق صغير، هذا فندق يعني قصر. أنا زرته وشفته يعني فندق فخم. تكاليف الصيانة فقط والحراسة والصيانة والأمن وكذا وكذا تكلف حوالي 1 مليون أورو في
او اكثر ملايين، مش مليون، في العام ملايين، في مليون اورو في الشهر ممكن. خدامين يخلصوا، والعساسين كما قلت لكم يعني الصيانه تنظيف وكذا، هذه الامور لازم ما يقدروش يخلوها، حتى ما يخدموش لوتيل لازم تنظيف. اذا صرف ملايين كثيره، صرفوا من ميزانيه الفندق طبعا، يتقاسموها الشركاء، نقصت اسهم علي حداد بشكل كبير وكبير جدا، بالاضافه للسنوات اللي هو غايب فيها وما كانش يخلص في المصاريف والمساهمات، نفس الشيء نقصت له. اذا الاسبان الان الشركاء تاعو الاسبان اصبحوا اغلبيه، هما اللي اصبحوا اغلبيه من علي حداد، علي حداد ممكن ولات عنده 30% ولا كي يطلع البلاف 40% 60% ولاو لي اسبانيول. معناتها الان احنا اذا كان بالتراضي بالملاحه ربحنا، اذا ربحنا بالتراضي وبالملاحه نربحوا هذيك 30-40%، لاننا ضيعنا سنوات، لانه هذا التراضي وبالملاحه لو كان درناها قبل عام، قبل عامين، قبل ثلاثه تجيب فايده. كل ما نتاخروا كل ما نزيدوا نخسروا، وما زال عندنا الوقت، ما زال عندنا الوقت. يا ناس خافوا ربي في البلاد، وخافوا ربي في انفسكم، وخافوا ربي في مستقبل الاجيال القادمه. الناس اللي راهم في الحبس ما عندنا ما نستفادوا منهم، تراضاوا معاهم ورجعونا الاموال، لانه مستحيل تقدروا تجيبوا اورو واحد من الخارج بالطرق اللي تحوسوا عليها، انابات قضائيه وكذا وحسابات، واحد الرئيس يقول لك 755 انابه قضائيه، ايه كاين انابات قضائيه 500 755، توصل البنك تقول له انا محكمه الجزائر حكمت كذا كذا وقرار وكذا، اعطينا الحساب تاع علي حداد، يقول لك ايه عندنا قال 4 ولا 5 حسابات علي حداد، ايه واش تحوس؟ عطيني الدراهم، عطيك دراهم؟ لا ما تقدر، فين دراهم نعطيك من اوروبا نعطيك تزيين جزيره. انابه قضائيه مش معناتها استرجاع الاموال، انابه قضائيه معناتها رانا قبلنا نعطيك معلومات، ايه تجي تسالني تقول لي انا بوكي، تجي تسالني تقول لي انا بسم الله العدالة والقانون وكذا وكذا، تعطينا علي حداد بن زديره عنده حساب بنكي، ايه عنده شحال فيه؟ ما نقدرش نقول لك، في اسرار، عنده حساب بنكي؟ عنده، عنده 4 في كل بنك عنده حساب، شحال عنده ممنوع ما نقدرش نقول لك، نرجع لك مستحيل. تجي مرته، يجي بنو، تجي بنته، يجي المحامي، يجي دحمان الحرشي، ما كاش. يا اما تجيب شهاده وفاه باللي مات وفريضه نتاع العائله نتاعو وندرسوا الموضوع باش نديبلوكيو الدراهم للعائله نتاعو، وكما نحبوا احنا، لانك في فرنسا ولا في اوروبا مستحيل انك تروح انت تجبد دراهمك ضربه واحده تقول انا عندي مثلا مليون اورو ولا 2 مليون اورو في الكوت نجبدهم كامل، مستحيل ما يعطوكش دراهم، مستحيل مستحيل. حتى لو تحب تغلق الحساب تاعك تغلقه وتريكيبيري الدراهم يقول لك بالعقل اصبر، فما بالك بمبالغ كبيره 100 ولا 200 مليون اورو ولا. اما ما دام الشخص حي، مازال حي، هو فقط اللي يقدر يسترجع الاموال تاعو، لا محامي ولا غيره، حتى يدير بروكراسيون لازم في اجراءات، يهضر مع المحامي ويهضر مع البنكي وكذا، وفيها الكود سبيسيال، قال الكود هذا الموباس اللي بيناتنا واش لازم وكذا، يعني بالتراضي. اما باش تقول بالقانون تحجز له، مستحيل تحجز له في البنك تاع الجزائر ممكن. والاموال المودعه في البنوك الجزائريه هي اموال خزينه عموميه، انا شرحت لكم قبل، قلت لكم انه هذو رجال الاعمال راهم مادي 500 مليار باش يفتح مصنع، راه مديكلاري بلي راني فاتح مصنع ب 500 مليار، لكن هو في الحقيقه فاتح ب 100 مليار، و 400 مليار الاخرى شاريها منا ومنا، وفاتح كلش على المصنع، بالتواطؤ مع الخبير ومع البنكي، لانه البنكي هذاك على باله بلي هذيك البراكه ما تسواش 500 مليون، لانه كان جاي يخدم فانير ويخدم يعني يخاف ربي. انا تجيني تقول لي بلي هذا الكانات هذه راني سوتها 20 اورو، نقول لك تنسخرج بينا، تنسخرج بينا، هذه ما تعداش تخلع كاع في الماغازين خير 2 اورو، تقدرش تبعثني بصح كي نكون متفاهم وياك باش نسوق منها، تقول لي هذه راهي ب 20 اورو نقول لك خليها 25، يا ودي خليها 25، خمسه هذيك انا نديها وانت 20 دبر راسك، هذا واش يديروا؟ براكه هذه 500 مليون، يقولوا معليش زد لها 550،
يا ولدي انا من ندب راسي يا اخي انا سنين خليها 550 50 تاعي حولها لي بعث لي الكونت تاعي في الي كونت انا في برشلونه راني شريت ابارتمون مازال ما خلصتهاش بعث لي نشري وانت دب راسك انا على بالي بلي ما تسواش يعني كي نقيمها لك صح صح ما تجيبكش حتى 100000 مستحيل تفوت 100000 بصح انا نديرو 550 هذا واش يديروا اذا من اللي حيتو بخروا تكي تقول لي استرجعنا اموال الدوله والمصانع هذيك رانا استرجعناها والسيارات ايه هذو تاع الخزينه اصلا يعني ما رجعت والو راك ما رجعت حتى شيء راك تخدع في روحك وتخدع فينا يعني عاود يقول لك احنا استرجعنا الاموال وكذا وحجزنا المصانع و200 مصنع و30 تركتور 40 مش عارف انا محراض كيفاش خرج بينا هذو هذو تاع الدوله اصلا هذو تاع الدوله اصلا استرجع الامور اللي مش باينه اللي مش واضحه اللي راهي في حسابات في دبي في فرنسا في اسبانيا في بريطانيا في امريكا هذو اللي تسترجعهم يا تقدر تسترجع هذو استعرض بيك وهذا مستحيل تسترجع مستحيل تسترجع اذا قلت لكم عندي مستجدات في هذا الموضوع ساعود حد ساعود اليها صارت غد باذن الله اليوم ما يكفيش الوقت لاني مش متاكد منها 100% اوكي